واخا غادي يشتنوج الله يحمي والدي. اذا بسم الله الرحمن الرحيم متابعينا الاعزاء سبورت ناظور بعد لحظات الهلال ناظور تسجلت القرناوي لصالح الحسيني يقول ان الفريق يقول الفريق رجع يسجلت احمد القندور اثنين غيسجن. اذا تربح الهلال فرص احسن سيناريو من غنزادي الجوله الثانيه من غيق الاشهابي من غيق سعيد الدردق ما يستغل الاشهابي النقص العددي الاتحاد رغم انه منقص العدد طبعا بعد طرد عصام مطيع للجوله الاولى تغيير رقم شتوارا هناك تغيير نعم تغيير دخول لاعب رقم جوج اسامه يوذبت ما شاء طبعا تغيير تغث هذه البيستير ونزري شوي فغن التغيير الثاني لفريق الهلال الرياضي الناظوري ديال الجوليه التغيير الثاني ديال الجوليه الثانية ماذا يستغل محمد الاشابي عبد الحق التلخاوي النقص العددي الاتحاد بن جعد نيغ سعيد دردق غاس اجى النظران نغني خصوصا انه فريق لا يستهان به يعني اخص يعني غنسن الى فريق بجعد رنتا يتقدم يقدم رنتا يجن جولة طام قرانت الطاس قيمته كاينه انفاس الشوط الثاني نزات السيناريو مش غيكمل 45 مينوت ويستناين لذلك متابعينا الاعزاء قاغوم قبري غيبدا اللايفا وانيتا ساهم ثكينة سجل مشاركة مزيان ديال اللايفا وانيتا دائما في اطار دعم وتشجيع سبورت ناظور ودعم وتشجيع الرياضة ودعم وتشجيع الهلال ودعم وتشجيع الناظور ودعم وتشجيع المنطقة ككل نشين فوس بفوس ان مونيو منوس ان بعدث ونتازت يجدون نغني ان مونس لان مرن مونس نشين انا وض مروان مونس شا وانتي كويتشا ذواد ثمانية ذو مغينيق. اذا بسم الله الرحمن الرحيم متابعينا الاعزاء الحكم هذه يكشر خور شارة البداية الجولة الثانية ما مش نغنى عام عبد الكريم بوزيان وانطلاق الجولة الثانية لا بأس المتابعين نغي عزنا كنو تذكار تشكيلة فريق الهلال الرياضي النظر عفوا نبدأس الفريق الضيف فريق اتحاد بالجعد تيران درقسي تيران سعيد العابد المهدي ايتو قديم محسن صاميكي احمد قندور امين الكحل محسن بن خالد صلاح الدين الدسيري أسامة صلاح الدين محمد أبو قاسم زكريا عيادة عادل الرقادي ومحمد اختياري المدرب سعيد دردق بالنسبة لفريق الهلال الرياضي الناظوري أنت طبعا فريق الاتحاد بالجعد يصوف خنين يلعبن يستيرفد أسامة ويستيرفد أيمن الكحل بالنسبة إلى الناظور باقي يعني تشكيلة ما مش يرى الجولة الأولى دائما في حراسة المرمى البرازي عبد صلاح الدين مليح ابراهيم حسيني صلاح الدين قرناوي دمرشو احمد العريشي المصطفى الطاهري ياسين هواجي يوسف ايوب الوفدي سليمان سقلي محاوله اسامه خطيره بارتي ذا متابعين الاعزاء البالوني الهلال صلاح الدين البرازي هذه راك صلاح القرناوي عفوا صلاح الحسيني لا شيش عبد الصمد ولكن طبعا لا شيش عبد الصمد بالون يروح يقج خلا شيش عبد الصمد طبعا متابعينا الاعزاء كنا نتبع الجوليه الثانيه
قراهم شكرا نبدا في المتابعه نوم ذري اهتمام نوم كل ما يتعلق بالرياضه مدينه النهضه. وايضا يجن تحيات احترام تحيات تبادل الروح الرياضيه للجماهير لكل جماهير اتحاد ابي الجعد ومدينه خريبكه اللي كتابعوا معنا هذا النقل المباشر. جوج لواحد دائما تقدم فريق الهلال الرياضي الناظوري. الجوله الثانيه يعني انخفض شويه المستوى ديال الجوله الثانيه. تحياتي ايضا لمحمد الكابوس طبعا اللي كيتابع معنا هذا اللقاء، هذا احد اعضاء صفحه سبورت الناظور من دوله بلجيكا طبعا، مراسل سبورت ناظور باوروبا. وايضا تحيه ايضا لكل الزملاء في سبورت ناظور، محمد زريوح، عادل السلامي، فؤاد الملكي، محمد البشيري، سيف الدين الجارودي، مجموعه من الاخوان اللي كي محمد الوردي ايضا طبعا اللي مشى ناطق رسمي لفريق الهلال الرياضي الناظوري، وهذا فخر طبعا لسبورت ناظور انها كتعطي كيدوزوا منها مثل هذا الاطور، هذه مجموعه من الاطور طبعا المهمه واللي عندها اسم ديالها في الساحه الاعلاميه حاليا بالمغرب واللي سبق لها اشتغلت في الطاقم ديال سبورت ناظور. محاولة خطيرة سليمان سقلي شوف ربما كنشوفوا عياء على لاعبي فريق الهلال الرياضي. محاولة يدخل الوفدي كيدخل كيبعد الكرة، محاولة للهلال، الطاهري كيمشي بالكرة، الطاهري محاصر من جوج لاعبين، أحمد القندور كيدخل عليه خطأ، الوفدي أيوب يرتكب خطأ. فينش السيور غاكيس طبعا. كنحيو جميع المتابعين اللي كيتابعوا معنا هذا اللقاء المباشر، تحيه العزيز الواتي من قلب مدينه برشلونه، وتحيه ايضا لسفيان الرامي لاعب سابق الهلال الرياضي الناظوري و ايوب الوفدي طبعا، وتحيه ايضا للسي عمر العزوزي رئيس اللجنه الثقافيه والرياضيه بمجلس الناظور اللي ايضا كيتابع معنا هذا اللقاء. عرفنا انه عنده ظروف خاصه اللي خلاتوش ما يحضرش في الملعب، وهو مسافر خارج مدينه الناظور. ومجموعه من الاخوان ديالنا، السي الرئيس عبد القادر رئيس جمعيه قدماء الهلال السابق،
تحيه مره الصراحه مره يثمتنا ويثمتنا غير كاين غير ضفان هي للنظر حذاريه البرز بارتاج ماشي بارتاج ونيو بارتاج هذا هذا حداد موديفيا تحياتي تحيه السي فؤاد الترحيب مثل الشهر والله العظيم الا تحيه السي فؤاد شكاري الشيخ بدا التفاعل شكل سبحان سبورت ناضو نعم وتجيبوا الهلال ربما زريغ الهلال كور ما تكاغول تنقص تنخفض المستوى الى الرياضي الناضوري وتجي اول مره تحيه السي جمال هربال لحظة إنش عادي ونين انت غتسعى إنش عادي غتسعى إن شاء الله لقاء النغك فريدة خنيتي عن برلمانية عن جهة الشرقية برنامج مهم طبعا مرة وكذي خزان دوني غال جاري وقت غتسعى هديت في سبورت نادور حما أكين غي تفاعل ذي البرنامج وانيتا لأن أول حلقة قضايا الرياضية الحلقة الأولى باش تنجح غتنجح تشجيع تنوم نشين دي الحلقة ينخصيت فقط تنظيم كأس العالم ذي المغرب من غتستافد من منطقة النضال من منطقة الشرقية زي تنظيم المونديال ولكن وانيتا مهم واللقاء هو سكنويت غيس نجحن إن شاء الله طبعا السي إبراهيم المحموحي تحية الأستاذ المحامي النغي عز الأستاذ الكف الإطار يعني يتصور في مدينة مبارة ورانشين السي إبراهيم المحموحي نتوجه تحية متبادلة زي الملعب البلدي بين دور خطيره خطيره مين تقدر يا البرازيل مين تقدر بدا يتفق دي تفايا الكوفو ندور غا بارتي لا تلمس قلي محاجمه مرتفعه الخلافيه ديال النظريه هواجي الهواجي 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 رقه الهواجي الهواجي غطاهري دقر هذا الهواجي بالون ني نورمالمون خصها يستيري شويه دقه السرعه تسعة دقائق بدات الى الناظور متقدم سي غول للقرناوي صلاح اثنين غيجن اكو غول احمد البندوري الجني ابي الجعد اثنين غيجن 10 دقائق ولكن دي الجوله الثانيه ينزرى ان المستوى المقابله انخفض مقارنه هاك الجوله الاولى ربما الجوله الثانيه ذكر بعض التغييرات التكتيكيه خصوصا في فريق ابي الجعد يتحاول ما يمكن هذه يبلع المنافذ فريق الهلال الرياضي الناظوري السنة ان اتحاد ابي الجعد يتيرا ذا نقصي يتيرا سعى العابا منذ الدقيقة 30 بعد طرد عصام المطيع اتحاد ابي الجعد خطأ في الدفاع خطيرة خطيرة لو تكتبوا الاخطاء يا لا 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 صفق بالون البرازيلي نعم يصبغ بالون اتجاه ابراهيم ملحي ابراهيم ملحي كيف هو جي سليمان سقلي سالي تاخذ دريس الرماد سليمان سقلي الا غا العرشي مصطفى العرشي من غيقل مصطفى العرشي غا مرشوح غا القرناوي اضرق في الحماس ربما يسند الملال يلعب الليله يلا الجمهور يخص الجمهور هذه خلق الفرجه يخص الجمهور هذه خلق الحماس سليمان سقلي يروح حاس بالون يستار ريفيف محسن بن خالد محسن بن خالد مرشوح يوست يوست مرشوح زكريا عيد لان نعم ما مش تغني غدي الجوله الاولى ولا بد خصها ديال ايوب الكنفاوي نتوارى ايوب الكنفاوي يستعد للدخول ايوب الكنفاوي لاعب سابق لفريق وفاق زغنغان احسن تما خطيره 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 صلاح صلاح يتدخل نعم محاوله خطيره امام محمد بولقاسم يتدخل صلاح يا معلك يعدو صلاح ربما نزرقوا للتعادل برافو صلاح هجمه من فريق الهلال الرياضي الناظوري مصطفى العرشي مع القرناوي القرناوي من غير القرناوي راهو القرناوي 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 محاور قدير فريق الهلال الناظور القرناوي يعدو القرناوي 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 لا يا القرناوي لا يا القرناوي لا يا القرناوي لا اللمسه الاخيره أسامة هجمة لبجعد أسامة أبو القاسم خالد هجمة مرتدة حذاري من هجمة مرتدة عايا أخي لعب الهلال الرياضي الناظوري مش تمسار يلعب الهلال الرياضي الناظوري وحرن مش تمسار صلاح الدين
محمد بالقاسم، محمد بالقاسم صلاح الدين ركنية. رون نصر يلعب الهلال بالدن على المدرب محمد الأشابي القيام بتغيير. نعم بدات تغص ورق أيوب الكنفاوي، شفت ورق أيوب الكنفاوي أفضل لاعب نهار يخلص سيور لإقليم الناظور هو أيوب الكنفاوي، لاعب ممتاز أيوب الكنفاوي، استعد يتستعد للدخول أيوب الكنفاوي النمر 27 أيضا أسامة الرفاري، أسامة وأيوب الكنفاوي، خروج هواجي ودخول أسامة مكان ديالو، أسامة مكان لاعب الهواجي، أسامة مكان اللاعب الهواجي، وأيضا خروج المصطفى العرشي مكان ديالو أيوب الكنفاوي. تغييرات ربما غادي تعطي تغييرات في وسط الميدان، غادي نشوف، أنا متأكد أننا غنشوفوا وسط ميدان متحرك الآن، غادي نشوفوا وسط الميدان فريق الهلال الرياضي الناظوري بدخول هذه الموهبة هذه 19 عام أيوب الكنفاوي، لاعب سابق لي فوق الزغنغان. ركنية، الركنية غتنفذ بوسط اللاعب زكريا عيادة، ركنية لصالح اتحاد أبي الجعد، صلاح ومحمد أبو القاسم صراع، هناك الحكم يتدخل بين محمد أبو القاسم وصلاح الدين الحسيني، يعني لا 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 صراع في المنطقة ديال الهلال، كل لاعبي اتحاد أبي الجعد في المنطقة إلا لاعبين، كتنفذ بسيطة لاعب عيادة خطيرة في يد الحارس، خطيرة بسيطة لاعب محسن بن خالد في يد الحارس الأبرازي، هجمة مرتدة لفريق الهلال الرياضي الناظوري، هجمة مرتدة لملح إبراهيم، الملح إبراهيم، ملح إبراهيم، كتضيع الملح إبراهيم، كتضيع الملح إبراهيم، هجمة مرتدة الآن صلاح الدين، صلاح الدين، صلاح الدين، ما كيتمكنش من مراوغة، كيدخل اللاعب رشيد القرناوي، رشيد القرناوي الطاهري، الطاهري مع الملح، مع الأسامة الغفاري، أسامة، أسامة، شوف الكنفاوي، شوف شوف الكنفاوي، صاب دو كل دو، دابا وسط الميدان ديال الهلال الرياضي الناظوري غيقدر نشوفوا وسط الميدان ديال الهلال الرياضي الناظوري غيتنفس بدخول هذا اللاعب هذا الذي يجيد صراحه الاختراق، يجيد التمرير، يجيد التمركز، ايوب الكنفاوي، ايوب، شوفوا ايوب، نعم شوف ايوب، عرفتي الا دخل ايوب غادي يخلق متاعب للدفاع فريق اتحاد ابي الجعد، ايوب كيغلى اتجاه اسامه الغفاري، اسامه الغفاري في الجهه اليمنى، اسامه رجع لورا، الطايري، الطايري، الطايري معاه مع من؟ مع ما جاش لاعب يعني طلبوا الكرة، يعني خاص تكون ثلاثة اللاعبين قرب من بعضهم البعض، القرناوي، القرناوي عند المالحي، المالحي، المالحي إبراهيم، إبراهيم غيرجي للوسط، شوف أيوب الكنفاوي جاب، جات الحلول من أيوب الكنفاوي، لاعب وفاق الزغنغان، موهبة كروية يمكن اعتباره الأفضل حاليا بإقليم الناظور، أيوب الكنفاوي، أيوب الكنفاوي يتغير اتجاه أيوب الوفدي، كرة طويلة، كرة طويلة، عبد الصمد هشيش رجع لورا ايوب الكنفاوي، كل كرة الان شفنا الوسط ديال الهلال الرياضي الناظوري بدا يشتغل في هذه الجولة الثانية، الكرة ديال الكنفاوي خرجات يا ابراهيم، خرجات الكرة لابراهيم، خرجات الكرة لابراهيم، ضربت تماس هناك مازال مزيد من التغيير، يعني لا 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 الجماهير الهلاليه كتطالب من المدرب محمد الشهابي مساعد عبد الحق الترحاوي القيام بخطيره هذه المحاوله لاسامه، خطيره بمحمد بن خالد، كنشوفوا الضغط، كنشوف ما كنشوفوش ان اتحاد بالجعد ما كنشوفوش من قوس اللاعبين، شفنا العياء ديال مجموعه من اللاعبين ديال الفريق الهلال الرياضي الناظوري ما كتقومش بالدور ديالها سواء خصوصا على مستوى الدفاع، جوج تغييرات انذار لاحمد مرشو. انذار نعم لاحمد مرشوح، ربما الاحتجاج ديالو على الحكم سي محمد مقراش، تحيه لك من ناظور الملاغه، لا 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 ايمن على الدعم ديالك وعلى التفاعل ديالك مع صحافه سبورت ناظور، نعم سي محمد مقراش مراسل سبورت ناظور من اسبانيا، يعني كل حدث رياضي وطني سواء المنتخب المغربي طبعا غيكون تما، محمد مقراش 15 محمد اختياري، محمد اختياري كيرفع كرة طويلة خطيرة، محمد مرشوح كيدخل وكيبعد الكرة في اتجاه أسامة الغفار، الوفدي، أيوب الوفدي كيبعد الكرة، أيوب الوفدي كيبعد الكرة التماس، دخول اللاعب أسامة صفوف فريق اتحاد أبي الجعد، يعني خلى هذه الجهة اليسرى ديال الهلال الناظوري مشلولة، ما شفناش الجهة اليسرى ديال فريق الهلال الرياضي الناظوري. تكتيك يعني لا 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 الصراحة غادي نسكتو فقط ما عنديش مع المسائل التقنية، غنبقى مع التعليق، مرشوح مرشوح
مرشوح مع مني، مرشوح مع اللاعب رقم 12 محسن بن خالد الحكم يعلن عن خطأ لهلال الناظور. الجماهير تطالب بدخول الماحي، تطالب بدخول محمد الماحي اليسار. متابعينا الاعزاء، كنلعبوا 18 دقيقة منذ انطلاق الجولة الثانية. دائما 2-1 لصالح الهلال الرياضي الناظوري. جولة ثانية منخفضة الأداء، خطيرة خطيرة إبراهيم، ولكن هناك تغطية لاعب رقم 17 أيوب إساي. هذا لاعب في وسط الميدان، لاعب ممتاز اللي شد الكرة باليد ديالو، محسن بن خالد. يعني صراحة كاين لاعبين في المستوى كيلعبوا في هذه المقابلة هذه، رغم أن مباراة على القسم الأول. هو زكريا عيادة، زكريا عند شغي عمال، زكريا عند معاه بالقاسم كيطلب منه الكرة، زكريا كيتباط مع صلاح الدين الخسايني، كيرفع كرة طويلة خطيرة، برافو إبراهيم كيبعد الكرة، إبراهيم بدون عنوان. عبد الصمد الهشيش، شوفوا سيطرة لفريق اتحاد بالجعد، سيطرة خطيرة، كيدخل برافو قرناوي، كيدخل قرناوي. محاولة خطيرة لفريق الهلال الرياضي الناظوري، أسامة الغفاري. الكرة ديالو كانت في اتجاه المدافع، تدخل أيوب الكلفاوي، كيرجع الكرة أيوب، كيلعب مع إبراهيم. أيوب شوف الطريقة باش كيلعب أيوب. إيه ممتعة اللعب أيوب. لا لا يا إبراهيم، لا لا، الكرة ناقصة. برافو القرناوي، القرناوي مرشوح، أحمد مرشوح، هجمة مرتدة لفريق الهلال الرياضي الناظوري. مرشوح كيمشي بالكرة، مرشوح شغي يعمل مع خسيرة، هجمة رجعت، هجمة مرتدة، هجمة مرتدة، كتضيع الكرة، أسامة كيضيع الكرة، سليمان خطأ، نعم خطأ لصالح الهلال الرياضي الناظوري بعد تدخل على لاعب سليمان. انتصار طبعا، انتصار مهم ومهم جدا لهلال الناظور في هذه المقابلة طبعا أمام فريق يعتبر من احد اقوى الفرق اللي كتمارس في القسم الوطني الاول، هوات فريق اتحاد ابي الجعد، 7 نقاط في المركز الاول. طبعا المنافسه على الصعود باقي ما تضحاتش، ربما حتى تمر واحد 8 ولا 9 ديال الدورات غادي نعرفوا الفرق اللي غتلعب على الورقه الصعود. رمسيس محاولة كتنفذ بواسطة لاعب أيوب الوبدي، أيوب الوبدي، إبراهيم بعيدة 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 يا إبراهيم بعيدة. وي الى اخو قاعد عم يعدل السنه. مرشوح هناك خطا على اللاعب مرشوح. محمد الماحي كيستعد للدخول، تسخينات طبعا تحت شراف المدرب الصامبا وبن عيسى، بن عيسى الصامبا، نعم المعد البدني لفريق الهلال الرياضي الناظوري. في المستوى التمركز والتوقع، أسامة الغفاري، السرعة غير جعل الوراء، ركنية ركنية ركنية، نعم ركنية لهلال الناظور.
22 دقيقة دائما تقدم الهلال بجوج لواحد. تحية للسي محمد الوردي أيضا، شكرا على نعم. نحاول دائما السي محمد سبورت نظرا أنت تعرف الكواليس، نحاول دائما إيصال صورة جميلة للمتلقي للجماهير الناظورية طبعا من داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن. برافو السي محمد، تحياتي لك أيضا على المجهودات من أجل نقل الرياضة الناظورية إلى وجهة مشرفة. يا مقسية، ولكن الحكم يدخل يعلن الخطأ. هجمة مرتدة، أسامة لاعب خطير، أسامة دخل في الجولة الثانية رقم جوج. أسامة كيروح مجموعة اللاعبين، مازال محمد على الكرة ديالو، تلاعب الدفاعات فريق الهلال الرياضي الناظوري كيف بغى، وعطى الخطيرة أحمد القندور، عنده قذفات خطيرة هذا اللاعب، حذاري من أحمد القندور، تدخل أسامة الغفاري كيف عند الكرة، ضغط ضغط لأبي الجعد. هناك أحد لاعبين ديال الهلال سقطوا لمسك لي، ربما أحد لاعبين الهلال الناظور ساقطين على الأرض، ولكن ما خرجوش الكرة اللاعبين ديال اتحاد أبي الجعد. كاين هذا اللاعب إبراهيم ملحي، نعم. أسامة لا سليمان، عفوا سليمان، تدخل على سليمان خطأ. تحية للسيونس، تحية لك أيضا من ملعب البلدي بالناظور، تحية لجميع متابعينا الأعزاء. تحية السي زكريا الورياشي أيضا، جميع الأصدقاء صحة سبورت ناظور، حمزة العزوزي ايضا، واحد التحيه من مدرجه هنا بجانبي طبعا، بجانبي الوافد الجديد على المكتب المسير لهلال الناظور السيد عبد الرحيم هربال، طبعا المنتج المعروف طبعا عبد الرحيم هربال، يعني غني عن التعريف، فاعل جمعوي ناقه، يعني لا 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 طبعا اضافه يعني قويه وكبيره للمكتب المسير، لاننا نعرف من هو عبد الرحيم هربال وعنده خبره في هذا الميدان ديال التسيير ديال العمل النقابي ديال العمل الجمعوي، ايضا منتج طبعا، الكل في رمضان كيشوف الاعمال ديال السي عبد الرحيم هربال في القنوات المغربيه، يعني فخر واضافه لهلال الرياضي الناظوري، خاص نفتخروا بهذه الاسماء هادو اللي طبعا غتعزز المكتب المسير. خروج لاعب رقم 14 احمد قندور، احسن لاعب في المباراه، ودخول لاعب رقم 4 احمد القندور يخرج. اذا ودخول صلاح دميان، تغيير رابع في صفوف فريق اتحاد ابي الجعد، اتحاد ابي الجعد اللي كيحاول في هذه المقابله هذه يعني رجع في المباراه وشفناه زعما صراحه ما نكونوا محايدين وغنهضروا بكل مصداقيه، فريق اتحاد ابي الجعد رغم انه كيلعب بتسعاد اللاعبين، وامامي هنا جوج ديال الاعضاء ديال المكتب السي رامسيس والسي هربال وكيسمعوا التعليق ديالي، يعني لا 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 رغم ان الفريق كيلعب منقوص لاعب، ولكن سيطرة على الكرة، يعني كل السيطرة في الجولة الثانية لاتحاد ابي الجعد. شوفوا الهلال الرياضي الناظوري بالفينة والأخرى كيخلق هجمات مرتدة وما خلقاتش الخطورة، ربما لا 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 الفريق يعني تحية يوسف العفاري، ربما كيبو الهلال يقنع سنين غير الجن، لا ميمي غيقنع سنة بنا مديور زودي ماركا يغول النظر. قال المتابعين الاعزاء اني غاتجي الغيره خلنا ظانها على ضروري التفاعل لهم، كضيفة النغ البرلمانيه على جهه الشرق فريده خينيتي غايرين مباشره سبورت ناظور، غتسعى تجيرث الزميل عادل السلامي برنامج قضيه رياضيه. خطار اسامه، يا خطار اسامه، ولكن ايوب يفسو شويه. برافو ايوب، برافو ايوب، برافو ايوب. التكتيكي سعيد المدرب الاتحاد ابي الجعد هو ينضاد اسامه امام اللاعب ايوب، من يجين ايوب ودي تكعيد شان غادي يعاون سليمان السقلي من يجا انه الفريق الهلال الرياضي الناظوري وفي بول حلول حماه غادي سيتا، ربما يلعب نحر ربما
فاهم خش هذه التقني ما هو تقني شتن غادو ميني غبران بالون غفران بالون غ ولعاب النغني غادو ميني غنتيجه التوقيت ما غني نورمال ماشي عندنا واش نضيف اكيد غير ستي ولا ماشي الذوق النقدي على الرياضه ما عجبش الهلال ديال الجوله الثانيه 27 مينوت بدا اثنين غيج أسامة غفاري أسامة 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 ديراو أسامة ديراو أسامة يروح أسامة يروح أسامة يروح يا عطار خلطة الهلال الرياضي النضوري خلطة خطأ خطأ الهلال الرياضي النضوري طبعا متابعينا الأعزاء دفاع حمريه خنيفره طبعا التمزواروت دفاع حمريه خنيفره التمزواروت تعرف احيد النادي نهضه الكارس اثنين غيش هذوم فين غنيشان المتابعين الاعزاء اللي كيدي ضفا الليبه وتجيبو بالجع دي غير عند المنافس في الصعود وتجيبو اجاكستان غير في الصعود دفاع حمريه نعم تبع تبع فريق الانتدابات يبقى دفاع حمريه هذه المباراة الحبية السنة توسي ورغك محمد الوردي مراه قدام محمد الوردي تغنقش جوما هذا يأكد تحليله وانتا دفاع حمرية أتي راخو قاعدة سكوس هذا ريزي الفريق دفاع حمري تغيير تغييراني في صفوف فريق الهلال الرياضي الناظوري الريس ايه الريس دخول محمد الفات خدف لا دخول محمد الماحي ومولاي جمال احمد مولاي جمال اذا تغيير على المستوى الصف الامامي الى النظر دخول الماحي ومولاي جمال ربما خروج سليمان السقلي ربما ربما مازال الحكم ما اعتشت الحكم عاد ولك شي تنفيذ تغييرات ايوب شوف ايوب شوف ايوب الثقه ايوب شوف الثقه ايوب برافو ايوب برافو برافو كره جميله ايوب ايوب يخسر غير جو لعاب النغني ام ايوب وها سالينا يجوا لعاب النغني الهلال ام ايوب والله ما شكي بو نغني تشم هذا ذي القسم الاول هو ما مشيتي راه ايوب ما مشي منع ما مشيتيش بدا يزو هذه يرزق الحلول الحماد الصفق تشم اذا متابعي الاعزاء التغييرين في صفوف فريق الهلال الرياضي الناظوري توقع غادي يفق سليمان ادياز محمد الماحي نيغ مولاي جمال قمشان نعم مولاي احمد مولاي جمال نعم باين التغييره وانت احمد مولاي جمال مكان اللاعب المخضرم سليمان سقلي خروج سليمان سقلي ودخول احمد مولاي جمال ودخول ايضا محمد الماحي مكان من يا محمد مكان عبد الصمد الهشيش ربما تفاعل الجمهور سليمان السقلي نعم عبد الصمد الهشيش هذا فغنيت هذيك المدرب باين هذيك محمد الماحي باين 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 شو الجمهور هذا الاثنين دخول خروج عبد الصمد ودخول محمد الماحي ربما التغييرات هذينا قشنت دونت التوازن فريق الهلال الرياضي الناظوري ديال الجوليه الثانيه ايوب 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 شوف 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 في ايوب انشط تفرج غادي ايوب اسيدي تشمس بالون غاي ايوب نعم يصبغ بالون غاي كقو غاز دو سيحر ايوب الكنفاوي الطارح يعني يزخ الحلول ماشي خصو كيسم غاي مع والو ديال الحلول حمريه ديال خنيفره نعم اخي على خروج الحارس خروج الحارس ودخول بلال ربما ديال لا لا تغيير ما شوش يخرج الحارس والمهم الاصابه ديال الحارس الى النظر ربما هناك تغيير في حارس الهلال شحال الدقيقه من عمر؟ ها دقيقه واش 32 سي عبد الرحمن ما بقي ما والو تغيير ربما خروج حارس بلال قصيد نعم بلال قصيد الموهبه الشابه في حراسه المرمى اللاعب السابق لفريق الفتح الرياضي الناظوري بلال قصيد مكان صلاح الدين البرازيلي
تذكروا هذا الاسم جيدا، بلال قاسم ربما هو اللي غادي يكون خليفة إلياس البراهمي في لعبه. دخول بلال قاسم، خروج البرازيل الإصابة ودخول بلال قاسم. بلال قاسم موهبة في حراسة المرمى. وأظن تغييرين أيضا، هناك تغييرات قديمة في صفوف اتحاد أبي الجعد. كرة لفريق اتحاد أبي الجعد اللي بغى يرمي بكل الثقل ديالو، خطيرة خطيرة، وتدخل صلاح الدين الحسيني كيبعد الكرة. مرشوح كيدخل الوفدي، الوفدي كيبعد الكرة اتجاه من؟ اتجاه دائما سيطرة للاعبي فريق اتحاد أبي الجعد على مستوى هذه المباراة. الرجوع للمرمى، المهدي اي تقديم، المهدي اي تقديم كيرفع كرة الى الأسامة، أسامة كيدخل كيخرج الكرة تمس السرح الى الناظور امام محمد المح. كيتنفذ التمس، هناك جوج تغييرات في صفوف فريق ابو الجعد، دخول لاعب رقم 8 انوار وخروج اللاعب صلاح الدين او محسن بن خالد، ودخول ايضا اللاعب رضا وخروج لاعب رقم 11 صلاح الدين تسيري. اذا الاتحاد ابي الجعد استكمل كل التغييرات، اجرى كل التبديلات اتحاد ابي الجعد، ربما بغى يلعب الكل في هذه الربع ساعه الاخير اللي بقى من المباراه لاجل البحث عن هدف تعادل. شوف خصوصا بعد تراجع مستوى فريق الهلال الرياضي الناظوري في الجوله الثانيه. هجمه مرتده، كيدخل اللاعب احمد مرشوح كيخرج الكره للتماس، التماس كيتلعب بسرعه بواسطه لاعب محمد عياده زكريا. زكريا عياده صلاح الدين، صلاح الدين خطيرة، خروج، برافو بلال، برافو بلال. يعني المزيد يخص الجمهور يعني يعطيو الثقة لبلال. حاول لفريق اتحاد ابي الجعد، شوف نص الستارة في هذه الجولة الثانية لفريق اتحاد ابي الجعد، كرة طويلة خطيرة بسيطة لعيب رضا. رضا ترفع تلعب كرة بطريقة، تبادل كرة بطريقة جميلة بين لاعبي فريق اتحاد ابي الجعد. لعيب رقم 3 امين الكحل، امين الكحل اسامة، اسامة كيراو، اسامة غيرجع لورا، الطاهري، برافو الطاهري، الطاهري مشات له الكره، الطاهري مشات له مقاومه للطاهري بالجعاب مره اخرى، مشات الكره للمرشوح اسامه لمحمد ابو القاسم، محمد ابو القاسم كيرجع للدفاع، تغيير الاتجاه، سيطره الكره، هجمات تلو الاخرى لفريق، كره بعيده بعد الكره يا الوفدي، الوفدي كيبعد الكره. 36 مينوت 36 دقيقة، نعم دائما تقدم إلى الناظور بجوج لواحد، جوج لواحد إلى الناظور، خطيرة للمجعد من هناك، إبراهيم ملحي كيرجع الكرة، الحكم يعلن عن خطأ الحكم. تحية السي نوفل مجيد. مع خطيرة، برافو أيوه بلال قاسم، برافو بلال، كل ثقة، لاعب شاب موهبة شابة في حراسة المرمى بلال قاسم، غادي يقول الكلمة ديالو طبعا المزيد من التشجيع للاعبين يعني المواهب المحلية. أيوب بلال الماحي أمامنا على الصورة،
مجموعة الطاهري الغيفاري أسامة لاعب السابق لنهضة شباب سلوان، عام لاعبين اللي خاص تعطي لهم يعني الفرصة والدعم اللازم من أجل تطوير القدرات ديالهم باش إلى الناظوري تكون عنده القاعدة. عيادة لأبو القاسم، نعم هناك خطأ ضد لاعب أبو القاسم تاع التدخل ديالو على اللاعب الوفدي. طبعا سي سليمان بوزكو باقي الدورات، ما عرفناش يعني لا 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 المشكل اين، الخلل اين، ربما لا 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 نعم شجنا جوج الواحد ولكن شفنا ان المستوى تراجع في الجوله الثانيه. محاوله الوفدي، كره طويله في اتجاه من الطاهري، برافو الطاهري، ايوب مع ثلاثه لاعبين، ايوب كيمرر الكره ليمان، ضاعت المولاي جمال، معليش يا مولاي جمال، ضاعت هجمه مرتده لاسامه صلاح الدين الحسيني واسامه حذاريه صلاح الدين، يلا يا بلال بعدها يا بلال، برافو بلال، برافو بكل ثقه بلال يبعد الكره الى تماس الاتحاد ابي الجعد. تماس الطاهري غيلعب، تلعب بسرعه طاهري، مولاي جمال بارتي خوان، مولاي جمال الحارس خرج، مولاي جمال معليش هجمه مرتده ابو القاسم لاسامه يمكن خرجت له الكره ما كتبانليش من لقطه مزيان، اسامه تمكن من الكره، عياده مع ابو القاسم سقوط ابو القاسم، الحكم قال ولا شيء ولكن كره خطيره لفريق الاتحاد بالجعد، حذاري رغم انه منقص العدد ولكن خطير، برافو ايوب الكنفاوي تدخل، ايوب كيبعد الكره عند انوار ترفع كره طويله في اتجاه ابو القاسم، خطيره برافو الملحي كيدخل، انوار طه كتضيع له الكره، كتمشي اسامه الغفاري، اسامه لاعب سابق لفريق شباب سروان، التمريره الجميله في اتجاه مولاي جمال، خروج الحارس كيبعد الكره خطيره، اضرب جول، لا رجع الحارس، يعني ما استغلش الخروج ديال الحارس، شفنا المهدي اي تقديم كيساهم، يعني خرج كيلعب مع اللاعبين بحال اللي رجعت كتلعب ب 11 بخروج الحارس كيعاون في الدفاع. متابعينا الاعزاء 40 دقيقة دائما تقدم الهلال بجوج لواحد، نعم هنا بين ملعب البلدي بالناظور على ابي الجعد، الهلال الرياضي الناظوري بهذا الانتصار هذا غير رفع الرصيد ديالو لسبع نقاط متساويا مع فريق اتحاد ابي الجعد اللي غيتجمد الرصيد ديالو اذا بسبع نقاط. ايوب بسرعة الكرة، ايوب باش غيعمر محافظ على الكرة ديالو، ايوب بطريقة جميلة التمريرة ديالو كانت ناقصة شيئا ما من ايوب اتجاه مولاي جمال، هجمة مرتدة ابو القاسم كيلعبوا اخر الدقائق من الوقت الاصلي من المباراة، ابو القاسم التمريره ديالو في اتجاه ملق لاعب رقم 4، خطيره من اسامه، حذاري من اسامه، نعم تدخل اللاعب القرناوي كيبعد الكره، ضغط لاعبي فريق اتحاد ابي الجعد على مرمى هلال الناظور، بغاو التعادل بكل الطرق الممكنه، هذا الفريق هذا بغاو يخرجوا بنقطه ربما التغيير اللي عرفته يعني الطرد اللي عرفه بالجعد هو اللي اثر على
فريق اتحاد ابي جعد سقوط لاعب صلاح الدين الحسيني، او نعم صلاح الدين الحسيني هو اللي سقط على الارض. نشوفوا عياء، لا لا لا، ولكن هذا العياء هذا من دبل، لا البطوله مازال طويله، يعني هناك خلل ما خلل. نعم شفتوا لاحظتوا في هذه الجوله الثانيه كل عياء على كل لاعبي فريق الهلال الرياضي الناظوري، راه كاين فرق اقوى بكثير من فريق اتحاد ابي جعد. نتحدث عن دفاع حمريه، نعم اتحاد ابي جعد كيلعب من قوس، لاعب لاعب طرد تطرد في الدو الدقيقه 30 من عمر المقابله. المقابله متوقفه الدقيقه 43. دقيقة ولكن كنشوفوا أن المباراة متوقفة تماس لصالح اتحاد أبي الجعد. تستنف المباراة خروج صلاح الدين الحسيني للإسعافات الضرورية، غادي تستنف المباراة 43 دقيقة و50 ثانية. كتلعب كرة طويلة اتجاه أرجو أرجو أرجو، برافو بلال، رغم أنه تسلل ولكن برافو بلال، يعني باش تحيد هذه بلال، يعني عندك المؤهلات. بلال يتدخل في هذه اللقطة رغم أنها كانت تسلل، ولكن بلال. إذا جماهير تساهم تدعم وتشجع هلال هلال هلال. تحية السي كريم العسري، نعم السي كريم العسري، ما عرفناش الخلل أي. هناك خلل في الجولة الثانية السي كريم، التراجع يعني مهول في أداء فريق الهلال الرياضي الناظوري اللي شفنا أفضل بكثير في الجولة الأولى. لا لا ماشي مشكل الصنبا، لا 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 نتحدث عن الصنبا، ربما تحضير المباراة ما عرفناش، داك الشيء ماشي من الاختصاص ديالي. غنبقاو في المقابلة، ابراهيم ابراهيم خطأ، لا يا ابراهيم لا يا ابراهيم، يا 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 من يد ابراهيم، تدخل قوي المهاجم فريق اتحاد ابي الجعد، ماشي مع عليك وخاص يعاود تدخل نيت غيعدو يا كرة راس السنة. يعني من خلال التعليقات عن الجماهير كتتحدث عن ان الهلال خصها مدرب عصري، ما ماشي من الاختصاص ديالي طبعا، نقول لكم فقط تعليق الجماهير اللي كتقول انه خص تغيير المدرب. نرجعوا للمقابله، ضربه خطا، من سينفذ ضربه خطا؟ ربما اللاعب رقم 8 انوار، انوار نعم وراء الكره، انوار كل لاعب اتحاد ابي الجعد في المنطقه الا الحارس راه في وسط الميدان. خطيره يا سلامات بلال، بلال يبعد الكرة بأعجوبة، بلال يبعد الكرة بأعجوبة أمام رأس اللاعب أبو القاسم، ويا بلال أنقض الهلال من التعادل اللي بالجعد، دائما ضغط بالجعدي، دائما بضغط بالجعدي، خطيرة، أوي 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 أوي، ورأسية ديال أوي 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 أوي. بلال الحسيني ينقذ الهلال من هدف التعادل. الحسين كل يعني المدرجات صمت رهيب، ضغط عياده عياده، لمست يد لمست يد، نعم لمست يد الحكام، ويا يعلن عن فويراني بالجعد، عياده 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 خطيره، ضغط ضغط، نعم نعم تماس تماس لهلال الناظور، خرجت الكره خرجت الكره، ماذا يحدث في هذه الدقائق الاخيره؟ 46 دقيقة ما عرفناش شحال الوقت الإضافي اللي ضاف الحكم. طبعا مباراة القسم الأول هو كتلعب بدون حكم رابع، كان لعبوا وقت ضائع 46 دقيقة، لكن جوج دقائق كانت وقفت فيهم المباراة طبعا، يعني بحال اللي لعبنا 45 دقيقة، دابا غندخلوا في الوقت الضائع، نشوفوا الحكم شحال غادي يضيف ديال الوقت، ربما غادي في ثلاثة أو أربعة ديال الدقائق في هذه المباراة هذه. خطيرة أبو القاسم، أبو القاسم صلاح، برافو، تغطية تغطية بطولية من صلاح اليوم،
مباراة صلاح ورشيد ورشيد. يلا يا مولاي جمال. الحارس كيلعب لعب، والحارس كيلعب لعب عباد الله. يا ويا ويا ماذا علق هذه الرأي الشخصية، هذا علق حسن. أنوار خطيرة، أسامة أنوار خطيرة خطيرة، ويراوغ كيس إبراهيم، يدخل إبراهيم. برافو إبراهيم، إبراهيم دائما كرة لي. أسامة تمس لي بالجعد. ويا يا ويا بورتيرو، خزغزة بورتيرو لقطت اليوم زي بورتيرو. غا عباد الله يتيرها كيس ندير واش هذو غا بارتي ذا البشيري، هذو غا بارتي ذا 48 مينوت. الوقت الاربي تفغ ضربة مرمى، ربما المحاولة الأخيرة هذه المقابلة. 48 مينوت الهلال الناظور 2 غيجن، الهلال الرياضي الناظور 2 غيجن. خزاغ الحكم ماني خزا، الحكم يخزا ويغيخزا خزا إلا غتسعد، الحكم غتسعد، الحكم يخزا غتسعد. ربما هذه سقارة، هذه سقارة بلال قصيد، ربما آخر واحد هذه حادث شما ونسين شمش حياني الوقت. كتنغ الحكم الرابع عق في اللوحة نسين حياني الوقت، واش نسين ماني نقوى هذه المقابلة يا ثانية والسين غلط ماشي. الحكم النشير افالون قودي على الخبا، الحكم يزرى بورتيرو مجعدي تيرا دار الروس تعجباس الحال خطيرة. ايا ولا يا ملاحي اقضع ملحي، برافو الملحي. استماتة دفاعية لفريق الهلال الرياضي الناظوري، 45 مينوت الهلال الرياضي الناظوري، الهلال الناظوري الدفاع 45 مينوت. تبرير الى مولاي جمال وفي وتشغى مولاي جمال. نهاية المباراة رمسيس، نهاية المباراة بجوج لواحد. معايا قبل ما نقطع الضيف معايا غاستاد فرانسيس للحديث، غاستاد فرانسيس بولعيون أحد الوجوه الجديدة في المكتب الموسيقي لفريق الهلال الرياضي الناظوري. يظن لنا على الاجتماع الأخير والاستراتيجية باش يخدم المكتب الموسيقي. تفضل يا رمسيس. القناشي ثومات بن عمار سبور ناظور في المجهود مار يتقم ونيتاتي فعلا تغادي يجي الاجتماع. أهم القرار تغادي هو عودة الرئيس يعني التراجع في الاستقالة النس، لأنه نزمر أنه نهارا نوضع الهلال في السكة المسار النس أنه غادي ينسحب. تغاد ضغط الجمهور يتشبث الزايس بالإضافة إلى مجموعة من الأصدقاء أعضاء المكتب ذوات القرار تغاد. من أهم القرارات كذلك تكليف ناطق رسمي باسم الهلال يتجسد نمت ونيتاتي باش نقضع التشويش اللي غنقضع الأخبار ونزل المكتب المتعلقة في فريق مارا سغدا ومينيغ بأنه ديني تطعيم المكتب كذلك مجموعة من الوجوه الجديدة رجال أعمال طاروان تنديد غسل الغيرة في الفريق يزماد وش نتصل الفريق. نتمنى رخاء الفريق الهلال وإن شاء الله دولي تتير المبتغى أنه المنمر لا جمهور لا مكتب مسير لا كذلك مسؤولين تستعرض رئيس دعم الفريق وتوفير ملعب للنظر، لان الملعب هو نتاتي وجه اقليم النظر وجه ملعب في حجم الفرق الرياضيه للنظر. ثومة بن عمار تحياتي السي رمسيس. صريحه نشيد المقابلات انتهى 2 غيجن لفريق الهلال الرياضي الناظوري. يقولن صلاح القرناوي عفوا صلاح الحسيني رشيد القرناوي ذي الجوله الاولى غول نبي الجعدي قيت القندور 2 غيجن دين من غير رجع فريق الهلال الرياضي الناظوري ذي المستقبل، رغم انه الانتصار يعني يعني انتصار مهم لفريق الهلال الرياضي الناظوري، ولكن يخص الهلال الرياضي الناظوري غادي يرجع الاوراق البطوله التزيرات. طبعا متابعينا الاعزاء قيم فكين داخل النقل المباشر انخزار مدرب تسير بعض الارتصامات بعض اللاعبين بعض المدربين انخزار الفريقين مش توصل يمكن تصريح رمسيس بولعيون يسيون اخر اجتماع قد المكتب المسير لفريق الهلال الرياضي الناظوري. نحاول ما امكن تسير الارتصامات للاعبين الهلال الرياضي الناظوري. إذن بعد الارتصامات
كاين غاس سي احمد. السلام عليكم محمد. شو انت مجان شاد مع بواني تاع مجان. كاين طبعا السي احمد مرشوح ثاني عالم تاع التعريف. السي احمد مرشوح انتصار 2-2 لكن فريق الهلال الرياضي المغربي يعانى يتقص ديال الجوله الثانيه. اولا الحمد لله بعد خطره بويه اللي نحقق طغوا الحداجي تاع الطاس فوكي طغوا السيمانه اللي عذوني على الدار البيضاء على شويه اللي حرم له حرم شويه داك العياء السفر والحمد لله شي طغوا نسوجد سي بارتي ديا السيمانه اللي كون عاوتاني نسيت ثلاثه ديال النهضه ان شاء الله هاد الوقت تنقي نعاود شنو راني غازي ان شاء الله. السي احمد مرشوح فريق ديال الرياضي المغربي خلال 4 جولات كيف قلت الناقلة لنيرات تيورميس أسكوسي ديال القسم الوطني الأول؟ لا ضروري إن شاء الله نشن البروغرام من غوان تلاخو قاعد عام إن شاء الله كالرئيس سي محمد مشعيط الله جزاه بخير يوفر لنا غمار المسائل المادية لكل شيء وإن شاء الله سي استغازة قليل الكلمة إن شاء الله الهلال النظر اللي عقبها مشان إن شاء الله المكانات الطبيعية. شنو الكلمة الجمهور وليكا إن شاء الله الجمهور والجمهور مدة صغيرة الجمهور توارد الى الناظور قاديش كيف فهم قرار مالي ما تروح هاد الدير غاب اي مشان تسلم الجمهور وتشكا خطن تجي عا تمار الهدايا سترها تلقي ديال الجمهور. تحيه السي احمد حضارك شكرا الله يحموني. نعم سليمان يجمع ورا سليمان سليمان انتصار الجد المهم انتصار مهم ولكن فريق الهلال الرياضي المغربي عانى رغم ان فريق الاتحاد عانى يخلص الجوله الثانيه و مديش غيني نهار توغيش بارتي تقصح اخويا بن عمار الشرق سليمان السقلي الله يحفظك السي سفيان نهار توغيش بارتي لك المتصدر اكيد تيري 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 القمه تيري بارتي تقصح رغم اجن 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 التوضيح الجمهور كره القدم انه الفريق ميكسي بطاقه حمراء هذا لا يعني انه بطاقه حمراء صافي غادي ينهار بالعكس ذي نيت ماني الفريق يدكر كل لعاب يتدوبل يتقدوا المجهود يدكر كل العاب مثلا 10 يلعب ندكر عند 20 بوركي كوري جن يوزو دي خلف العاب ني ينقسم نهار تو غايش بارتي ديال قوا نشتي السيمانه تكمرت وغنسوج جداس وغنسني لا تيريش بارتي ديال عارك المتصدر ابي الجعد الجازي الاوائل سبعه مني مزوره غا سبعه ترقيدين نشتي بارتي دايا تو غات المفتاح باش نشتي ناني ريا غاكي مزوره تو غنخسي تحت ديجاران غير حراما للمكتب المسير للطاقم التقني انه زي 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 زي, 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 زي بارتي ديال غيرين هاك المتصدر ني غدوي اثنين ويسترثا يخسر هذا السنة ربح باش كيسنر سقرا نشين باش ان شاء الله رانشين هاني ريزي الاوائل ونكمل غزه ان شاء الله. جمهور الجمهور طبعا الغفير تسمع حتى مقابلات فريق الهلال ديال النظر سواء تسمع الملعب ولا يتفرج على العبرات. ايوا يسمي غير جمهور انه نشين قد قدام مارا من غانغ باش نصفح نشين ونتبخيل شاخ المجهود النق لا المكتب المسير لا يلعابن لا الطاقم التقني قنشتغل من يومين زمار نتكيف والدليل انه قا كلشي يتقاتل في فوربو واخا مبليسيين واخا دايسن تيثا واخا دايسن قدام كلشي باش دايرين ان شاء الله ذي القمه باش كلشي ايجن ايجن تصوات تصبح الجمهور ايجن تصوات انقيم ان شاء الله كي مزوراني ان شاء الله انقيم امو انا حقق شان حاجه ان شاء الله بجهد الله ان شاء الله. شكرا سي بن عمر بارك الله فيك. في انتظار التحاق في انتظار التحاق السيد عبد الحق التلحاوي طبعا مساعد مدرب فريق الهلال الرياضي الناظوري. Thank you.
في انتظار متابعين الاعزاء عبد الحق الصلحاوي مساعد المدرب اللي نطرحوا عليه طبعا سؤال واحد السؤال اللي غنطرحوا على السي عبد الحق. هو فريق الهلال الرياضي الناظوري قدم جوله يعني ماشي في ماشي ما كانش منتظر يعني كنا كنتظروا افضل كنا كنتظروا جوله افضل من الجوله اللي شفناها في الجوله الثانيه للهلال الناظور طبعا في انتظار التحاق بنا السي عبد الصمد الحاوي. قيمته كاين غواتش بارتاج ما كاين غير اللايف عاد نزو حمالي نتقام مجموعه على اسئله على المستوى التقني تو نشوز ما خصني نجاوب طبعا خصني نجاوب ثومات عبد الحق تحت الحاوي مساعد مدرب فريق الهلال الرياضي الناظوري لكره القدم. سي عبد الحق واش تجي داغي دابا سي عبد الحق واش بخير سي عبد الحق بارك الله فيك سي عبد الحق تسقسيه مزوار غير جوج تسقسيوا طبعا زريج الجوله طبعا طغت مباراه قمه اوتوماتيك موتير الجوله الاولى تيري ديال الفرجه ديال المتعه نزرة اللي انخفاض اللي نزرة لا معليش نزرة اللي انخفاض نزرة اللي انخفاض من المستوى فريق الهلال الرياضي الناظوري ذي الشوط ذي الشوط الثاني تغادي تجمع الاسئله طبعا هذه اللايف ديالو طبعا ويعطي نبوخ الاداء ديال الرياضي الناظوري ديال الجوله الثانيه الجوابه تجي غاش تيش كسي عبد الحق لان هذا الاختصاص. اولا السلام عليكم شكرا سي بن عماخ خلي السيده فيا باش نسوي في المقابله. ما مشت ورا المقابله تغادي تقصح شويه بحكم ان كثير اك يجي الفريق يجي الفريق غاس يمكن شيني اس الاقدميه دي, دي يعني ديال البولا جن الفريق كواد مزوا جن الفريق تيرا تشم يعني باش تنقى شي كره حديثه الحمد لله الشيء المبتغى هو اننا انفغ زي زي وجيبو زي تذيل الترتيب ولكن باش ان شاء الله غزات الشيء انتو غاليسونسيال لنا هو اننا تما نوي ثلاثه تنقيذين الحمد لله سي ربي العالمين مجهودات تما يلعبن وبالخصوص شكرا شكرا الطاس الجمهور النظر خصوصا جمهور الهلال الرياضي الناظوري وكذلك الترا فيدين تشجيعات نسن الى اخر رمق زي المقابله ادع قبغ السؤال نش نشين ما مشت ورا الحمد لله يعني الشوط الاول الناس تما نشين باش تما بالعباره هي انه انغ المقابله دي بروميير ميتا يجي ثلاثة قام عليك تما تود في ضرب جزاء تيري سيغوتي بواني راسي تما تيري المقابله هذه راني حرام نايح ولكن امو شتاب الحمد لله الشيني سونسيال هو انه ثلاثه تنقيذين الاداء ديال ساكر وقت قام عليك وانا بحال قال الاداء اج حاجه تنغني عاود قاضي طنجه توغنغ الاداء احرام 90 مينوت خل خاصم ولكن نخسر ثلاث كرات القدم الحمد لله بعد رجوع سيد الرئيس سي محمد جعيد وكذلك المكتب المسير الجنود الخفاء يخدم الكيس توغاتي جن سمين قانشيني جن دافع معنوي كبير بالنسبه للاعبين وان شاء الله مقابلة ان شاء الله رغي تسمى هذه حق المبتغى تسمى المطلب للجماهير ولمال الصعود شي مشني نطاح مقابلة الحمد لله نهارا تسمى اثنين الانتصارات داخل الميدان يجن تخصها ديجن التعادل دي برا الاخطاء كانت صحيحة ذوا وتمني ان شاء الله يلعب ان شاء الله هذه ندير المستوى هذه المقابله غني باش نزكى المقابله الوفاء الفاسي ان شاء الله ذي الميدان وشكرا سي محمد. الانتصار في الوفاء الفاسي السي عبد الحق يتصفي يعني بلمسه في تحت الصداره اذا نتمنى لكم التوفيق شكرا السي عبد الحق تلبيه الدعوه بارك الله فيك سي محمد ان شاء الله ذي العمل ان شاء الله وشكرا وكذلك للصحافه الرياضيه الناظوريه تقني جن الصراحه تقمي جن مجهودي مغا باش انه تقاربهم سورتو يعني الجماهير يتجن تسمى واني مش نقانشين ذي بلاد المهجر وتحيه كني وشكرا لكم جميع المنابر الاعلاميه الرياضيه الناظوريه تحياتي السي محمد بارك الله فيك.
إذا متابعينا الأعزاء وما مش تزريم صريحا عبد الحق الطلحاوي مساعد مدرب فريق الهلال الرياضي الناظوري يناش بالله أنه يعني الأهم هو تحقيق نتيجة الانتصار. اثنين غيجن صحيح نتيجة مهمة جدا فريق مثل الفريق بجعد ما لكن دي ان شاء الله الخدمه الخدمه ان شاء الله الهلال اتيري دي كيجني المستوى يعلي الطاس ان شاء الله سيمانه يديوسين هلال ناظور النصر الفاسي ثاني ايضا ديال الملعب البلدي ديال النظار. متابعينا الاعزاء سبورت ناظور قاهم شكرا الطاس خذ فانوم الصراحه التالق نوم ديال المتابعه المقابله الدعم لهم المعنوي تغتيج الدعم يعني نفتخر ديس دي سبورت ناظور نشكرك اني وطاس امر قين نغدا ان شاء الله سيمانه ديوسين نهار حد ايضا مباراه الهلال الرياضي الناظوري النصر الفاسي الانتصار طبعا ديال المقابله يا ثانيته 10 نقط اك دفاع ديال الانتظار طبعا تعثور دفاع حمريه الهلال اقث ديال المركز امزوار والذي جنحشتو تقسيح مره مره يوذن مونن كين فوس بفوس بعدن اير حاشت يتعزن يج اظن نغني فانت انت حواش تمونيت حيما ان شاء الله راه نشينا نيران من نشينا ميوذان غنغري فريق اتيرا للقسم الوطني اللي احتيرا فيه الثاني. اذا ارذاني تقاغوب شكرا تسخوض فانو سبورت ناظور موعدنا يتجدد في قادم اللقاءات ولكن عفوا قبري غقضع وتتوشا غتسعى تجير مباشره سبورت ناظور برنامج قضايا رياضيه عادل السلامه ديستضف البرلمانيه عن جهه الشرق فريده خينيتي غتسعى هذا السيور ديالني من غتستافد تنظيم النظار زيد تنظيم المونديال 2030 ديال المغرب الى اللقاء.